كمان موقع فيتو قال ان اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي ان سعد سمير بيعاني من الام بسيطه في العضله الضمه تسببت في عدم سفره في اللحظات الاخيره مع بعثه الفريق لتنزانيا لمواجهه سيمبا في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان مدير الكره ان اصابه سعد سمير بسيطه ومش حاجه مقلقه خالص. وقال كمان ان اللاعب هيكون موجود بنسبه كبيره جدا في قائمه النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي في الدوري الممتاز يوم السبت اللي جاي. وقال كمان عبد الحفيظ ان الجهاز الفني فضل عدم اصطحاب سعد سمير مع البعثة لتنزانيا في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة دي عشان ما تتفاقمش الإصابة. وقال إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي حاليا في القاهرة.